لا أتيناكم أتيناكم، هذا موجود في الصحيح في حديث الربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، الحديث ما نذكره لكن هو اللي يبغاه يرجع له في الصحيح. ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث وغيره حديث عائشة اسم المغنية، يسمها كذا المغنية. مغني من غير طرب يا شيخ، أنا ما أكلمك الآن عن طرب بطرب، حنا نقاشنا هل هي مغنية أو مغنية. اللي يقول النبي ما استقبل مغنية أو ما سمع مغنية يروح يرجع للشرح، شرح ابن حجر، والكتاب اللي عندي معلق عليه البراك، يعني بعد واحد منكم وفيكم ما تقول والله جديد. قال المغنية وسماها، سمى الأولى حمامة والثانية زينب. طيب. هذا في الفتح الباري شرح صحيح البخاري. طيب. يعني أنا ما جبت شيء من مخي. طيب. فكون النبي عدله قال هل بعثتم إن الأنصار يعجبهم اللهو، فهل بعثتم منهم من جارية تضرب بالدف، قال صلى الله عليه وسلم وتغني، هذا في الصحيح. على الحريم يقول لك مضبوط. الحين احنا ما نتكلم عن الحريم والرجال، احنا ما نتكلم، ليس نقاشنا لازم نحدد. انا اقول لك اللي يقولون احنا نبغى نحدد نقطة الخلاف. ما هي نقطة الخلاف؟ هل النبي عدل البنت ولا لا؟ عدل المغني ولا ما عدل؟ هذا في الصحيح. عدل قال بعثوا مع هلا بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالوا ماذا؟ قالت عائشة ما تقول يا رسول الله؟ قال تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. هذا شو تسميه أنت؟ نسميه الناس تعرف عليه، ليس الغنى اللي يقصدها. انا ما عليك ما اسالك، انا ما الطرب والالات. يا ابو عبد الله، يا ابو عبد الله، انا ما اتكلمك عن وش الغنى الحين. هذه اسمها تغني ولا لا؟ تغني تغني. انا قلت لك كلام الناس، انا ما اتكلم الناس، لا ابغى الحين اتكلم اللي ابغى اتكلم مع اللي يفهمون. لفظ النبي عليه الصلاه والسلام يقول تغني، وش معناه؟ يعني تغني يسمونها اللي هو غناء بدون الات طرب، يعني كان يشد. هذا فهمك انت، فهمي انا انها تغني. تغني طيب، وش تقول يعني؟ وش تقول؟ انا بعلمك يا شيخ، هذه الناس عرفوه وتعلموه وسمعوه غناء في وسط النساء، وغناء بغناء الالات. احنا ما طرحنا، ليس هذا هو بحث. الحين هي النبي يقول تغني ولا لا؟ قال تغني. لكن يعني انت لا، انا الحين بناقش في مساله اني افتريت على النبي. كيف افتري على النبي وهو يقول تغني؟ كيف اكون افتريت عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مكه المكرمه کے سابق امام شیخ القلبانی نے بتایا ہے کہ ہمارے مذہب میں گانا حلال ہے، جو کہ ایک چونکا دینے والا بیان ہے، اور ایک گلوکار کے لیے نبی صحیح ہیں، جبکہ میرے ایک دوست نے مجھے بھی موسیقی کے ساتھ گانے کو بھی کہا تھا. یہ مکہ المکرمہ کے سابق امام شیخ القلبانی کا بیان ہے. کیا ان کا یہ بیان درست ہے یا غلط؟ یہ تو اب کوئی مولوی حضرات ہی بتا سکتے ہیں، جبکہ امام القلبانی نے بھی ایک حدیث پڑھ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب کر کے بھی سنائی ہے کہ گانا یا طبل بجانا اسلام میں حلال ہے نہ کہ حرام. حالانکہ ہم اب تک مولوی حضرات کے منہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اسلام میں گانا حرام ہے. اب اس کا فیصلہ تو کوئی بڑے علماء کرام ہی کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ بیان کس حد تک صحیح ہے یا غلط.